يا هلا وسهلا في المشاهدين. بنروح لموضوع ثاني كثير مهم، ويمكن الأهل دائما ودهم يتكلمون فيه مع أطفالهم بس دائما ترددون حول أنه كيف يفتحون هذا الموضوع، وهو توعية الأطفال بالتحرش. ما في شك مشاهدينا أنه التحرش من أصعب التجارب اللي يمكن يمر فيها أي طفل، لهذا لازم الأهل يعني يوعون أطفالهم حول الجسد وخصوصيته. بس السؤال متى العمر المناسب وكيف الطريقة المناسبة؟ أكيد التفاصيل رح نتكلم فيها مع همسة يونس اللي بتعطينا أنه أول شيء يسعد صباحك، بتعطينا أنه كيف نبدأ التساؤلات، جواب على تساؤلات الأولاد بعض الأحيان، أو إحنا تساؤلاتنا أنه كيف نبدأ مع أولادنا نعلمهم حول التحرش بالجسد، أنه لا أحد يتحرش فيك، لا أحد يسوي لك شيء. طبعا هذا الموضوع يندرج تحت التربية الجنسية. نعم. والتربية الجنسية للأطفال تبدأ من أول يوم ولادة. كيف بكون هذا الشيء؟ لما أنا أدرب ابني أو برمجه على أنه مين اللي يغير له الحفاض وخصوصية هذه العملية. نعم. أنه أنا أفهمه بالبرمجة أنه ماما مثلا تيتا خالته في أشخاص معينين هم اللي بيغيروا الحفاض لك، ولكن بطقوس معينة. لما أدخل حمام أسكر الباب، أدخل الغرفة أسكر الباب. هاي البرمجة لدماغ الطفل بتبرمجه على خصوصية جسمه، و بشكل تراكمي تحدث عملية التربية الجنسية اللي لازم إنه إحنا نمشي فيها بشكل تراكمي حسب عمر الطفل وحسب حاجته وحسب إدراكه. لما نوصل لمرحلة 3 سنوات، المفترض إنه إحنا دربنا خلال هاي السنوات على خصوصية الجسم. يعني مش نجي من 3 سنوات لسه نبدأ، لا، إحنا خلال هاي السنوات لحد 3 سنوات بشكل مو مباشر. بالضبط، بشكل غير مباشر. كيف؟ من خلال النموذج والقدوة. أنا الطفل بيحاكيني بالمحاكاة، أنا كيف أحافظ على خصوصيتي ماما وبابا، لأنه لسه الطفل ما بيفهم إنه دول ماما وبابا هم أزواج، وعادي إنهم يعني تنكشف خصوصيتهم مع بعض. فبالتالي أنا كأم وأب لازم أحافظ على هاي الخصوصية حتى يتبرمج دماغ الطفل عليها. فمثلا لما يدخل على الحمام، لما لازم أفهمه إنه هذا الحمام مكان مغلق في خصوصية له. تبدي أثناء تبديل الملابس، أنا أخرج، أنا ماما أخرج من الغرفة عشان بابا عم بيبدل ملابسه. لماذا هاي برمج على الخصوصية؟ حتى لاحقا لما يوصل ل 9 أو 10 سنوات بيبدا يفهم خصوصيه العلاقه بين ماما وبابا. نعم. وبالتالي حتخف تساؤلاته عن هاي الخصوصيه. طيب في مثلا اليات للبرمجه اللي ذكرتيها من الطفل؟ نعم. من بدايه طبعا احنا نبدا من 3 سنوات. ليش مهم من 3 سنوات نحكي عن موضوع ناكد عليه؟ احنا قلنا برمجناهم، الان نبدا ناكد عليه لما بده يروح على الحضانه او على الكيجي. فلازم اؤكد انه ماما هذا المكان ما حدا بيشوفه، هذا من جسمك ما حدا بيشوفه، هذا بس ماما ممكن تشوفه عشان تساعدك وتنظف جسمك. ممكن بابا لو اضطريت انه يساعدك فيه. شوف احنا بننزل بالتدرجات لانه الاولويه لماما، بابا للاضطرار، ودائما بقول انه بابا للاضطرار. لو الدكتور انت كنت مريض وحابب يشوفك، لازم تكون ماما او بابا موجودين. لازم نحدد خصوصيه هذه الاعضاء، ومهم جدا انه احنا ما نتحدث عنها كانها مصدر. نعم. للعيب او انه هذا شيء مخجل، بل هي اجزاء من جسمك. نعم. لكن لها خصوصيه مختلفه عن يعني لازم نقارن. مثلا وجهك عادي يبين، ايدك عادي تبين، لكن هاي الاجزاء احنا بنغطيها لانها خصوصيه وما حد بيشوفها ابدا. طيب انا كأم يمكن استحي انه افتح مع ابني هذه المواضيع. نعم. او بعض الاحيان نخاف ان احنا نفتح عيونهم ونقول لا انا ما راح اعلمه هالشيء. فكيف ابدا اعطي رساله انه بين مثلا اللمسات الامنه واللمسه غير الامنه؟ نعم. بطريقه يعني ما احرج نفسي او اني اخلي ولدي او بنتي انه افتح مخهم. طيب. على اشياء اكبر مبدأ منه افتح عيون ابني، هذا احنا نعم لازم نفتح عيون ابنائنا بالقدر المناسب في العمر المناسب. بعض الاطفال يصير عنده فضول فيروح يعني لازم نعطي المقدار المناسب، لازم ويكون عنده فضول ويسالك انت وتكوني انت المصدر له للمعرفه. فهي الامور افضل بكثير من انه يبحث عنها من الاخرين، لانه اذا احنا ما فتحنا عيونهم بالطريق الصحيح سوف يعني اي حد ثاني حيفتح لهم عيونهم بهذا المجال. طيب وكيف اخليه يفرق؟ كيف حيفرق باللمس الامن واللمس المش امن؟ اني انا اوجه انه ماما ما حدا بيحضننا،
وما حد ما تجلس في حضن حد، يعني سواء الأحضان أو يجلس حتى في حضن أي شخص مهما كان هذا الشخص. يعني حتى أنا كأم وكأب لما أجلس الطفل في حضني أو جلسه بطريقة أنه يكون على طرف رجلي، ما أخليه في النص ولا أطيل إبقائه في أحضاني، يعني نعلمه على أنه الحضن اللمسة الآمنة والحضن اللي فيه حب هو حضن سريع آمن لطيف لا توجد فيه إطالة، لازم يتبرمج على هذا الشيء. ومهم جدا أيضا أنه إحنا ما نفرض على أبنائنا أنهم يسلموا ويقبلوا الأصدقاء والأقارب حتى لو كانوا الجد أو الجدة، لا تفرضوا عليهم، لأنه عملية الفرض هذه بتخلي الطفل يتعود أنه لو حد أجبره يقبل. ففي بعض الأهالي بيزعلوا مثلا الجد العم الخال أنه ما بيرضى يسلم عليه، اتركوه تدريب هو حيشوف بالنهاية أنه هذا الشخص آمن مقرب، فبالتالي بالنهاية أخليه عشان هو يعرف يحكم لاحقا أنه هذا الشخص آمن أسلم عليه ويحضني أو يقبلني ولا مش آمن. أما الإجبار حيحجب عنه هذه القدرة على التمييز. نعم. أيضا لو نتكلم عن أهمية أنه الأهل يعني يعلمون الطفل الحفاظ على سلامته مع الغرباء، وإحنا حقيقة يعني كمجتمعات عربية يعني عندنا شوي حميمية إذا شفنا الطفل لما يعني نقبله. هاي جزئية مهمة بحاول أحكي فيها دائما مع الأمهات، إنه حتى هم يكونوا قدوة. لو في حد من الأطفال حواليك استأذني إنك أنت ممكن، يعني أنا بعمل هيك مع الأطفال بالضبط، ممكن أبوسك اسمح لي وما بقبله من وجهه، بقبل إيده تقبيلة لطيفة أو بمسح على رأسه تسمح لي أسلم عليه، أو أنه أستأذن من الأب أو الأم مثلا. أيوة لو كان هو بيفهم بستأذنه، لو كان الأم والأب موجودين هو صغير أستأذن من الأم والأب لأنه ممكن يرفضه، لكن ضروري أستأذن. هذا بيعطي انطباع للطفل، هو لو أنا ابني معي أنه لازم يتم استئذانك قبل ما حد يبوسك أو يحضنك. طيب نعم. آخر شيء، بس لو تعرض ولدنا أو بنتنا للتحرش كيف نتصرف إذا جاء وقال لنا؟ بس ياليت باختصار، علشان باختصار أنه أولا لازم أدربهم من عمره 3 سنين لو حد قرب عليه صرخ على صوتك، قول لا، ارفع ايدك في وجهه قول له لا وابعد بسرعة. لازم، وهذا مهم جدا، أنا أسمح لطفلي في البيت يقول لا عشان يكون عنده شجاعة يقدر يقول. أما إذا تحرش حدا فيه، إذا أنت معطي الأمان لطفلك ومدربتي أنه هو يجي يحكي لك أي شيء دون الخوف من العقاب، لكن هو عارف أنه أنت شخص عادل وردود أفعالك آمنة، حيجي يحكي لك هذا الشيء، وأنت لازم توجهيه أنه أنت شخص رائع وما إلك ذنب بهذا الشيء. أستاذ همسة شكرا جزيلا لك على يعني كل هالمعلومات، والموضوع يعني كبير وإن شاء الله ممكن احنا نكمل فيه بأيام قادمة إن شاء الله. هذا الكتاب هو إصدارك الأخير، اسمه سنة أولى ماما. نعم. نشكرك عليه وعلى أتمنى إن شاء الله يكون فيه إفادة والحديث عن يعني علاقة الأم مع طفلها خصوصا في السنة الأولى. لا هو حتى للمقبلين على الزواج، من أول لحظة حمل حتى 5 سنوات. يعطيك ألف عافية. هذه النسخة الخاصة فيك أستاذة. هذه النسخة اللي خاصة فيها إهداء الرائع وهاني هذا الكتاب مراقب بالكاميرات. هذا الكتاب مراقب بالكاميرات، ستبتسم وأنت تقرأ. أوكي حلو، إن شاء الله نقرأ بإذن الله. يعطيك ألف عافية.